أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ما حكم شراء وبيع الأسهم عبر الشاشة المشهورة الآن؟ هذا مجهول، هذا مجهول. والشاشة لا تصير الشيء معلوما، إنما هي تصور تصوير والله أعلم بالحقيقة، فهذا بيع مجهول وبيع غايب، بيع غايب ومجهول، وأيضا هو ما يعلمه ويشترط في المبيع أن يكون معلوما، وهذا ما هو معلوم، ورؤيته في الشاشة لا تعطي أنه معلوم، وإنما هو شيء يغرونك بصورته فقط، قد لا يكون له حقيقة. فتجنب هذا لا شك أنه أبرأ للذمة وأحوط. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.